الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الاحتفالية السنوية التي تعد من السنن الحسنة التي تم استنانها بالنسبة للعمل بنقابة المحامين بصفة عامة وفي النقابات الفرعية بصفة خاصة. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحن في نصف شعبان، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا بالخير وأن يبلغنا جميعا رمضان بمشيئته سبحانه وتعالى. هذه الاحتفالية على نحو ما درجنا عليه في السنوات الماضية نضع لها ضوابط بحيث يقف الصغير على خلاق الكبير وعلى ما قدمه الكبير طوال سنوات عمره، من أفنى عمره في التحصيل العلمي وفي البحث والدرس وحسن الخلق يكون قدوة ويكون مثلا يحتذى، ينظر إليه الشباب بإكبار ويتطلع إلى أن يبلغ هذه الدرجة من العلم المهني والعقيدة وحسن الخلق، حدث ولا حرج في هذه المسائل. من أجل ذلك كنا نضع هذه الضوابط من أجل تكريم حضراتكم كشيوخ لهذه المهنة، ووضعنا ضابط حتى لا يمكن أن يقول قائل لماذا يكرم الصغير ويترك الكبير أو نحو ذلك، فجعلنا 60 سنة هي المعيار الذي نبني عليه بالنسبة لعملية التكريم. والحديث عن القيم والفضائل والأخلاق هذه سيرة يحمل عليها الإنسان أينما كان، ونحن جميعا نعلمها بفضل الله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق كان هذا اللقاء والدعوة إليه، كانت الدعوة إلى هذا اللقاء دعوة كريمة من كبار المحامين، وحرص الكل من حضراتكم ممن أفنوا سنوات طوال من عمرهم وهم ينهلون من محاريم العلم، وهم أيضا على نبراس من العقيدة الحقة، ولا نزكي أحدا على الله ولا نحسب الجميع على خير. من أجل ذلك سعى الجميع بفضل الله إلى أن يصل إلى هذه الدرجة شيخا، هذا الشيخ يشار إليه بالبنان في مهنة المحاماة كعمل مهني وفي الخلق والأخلاق العامة بالنسبة للعقيدة ولحسن الخلق، حدث ولا حرج. لذلك نحرص دائما أيضا على عقد الكثير من الندوات العلمية، وفي الندوات العلمية نأتي بكبار المحامين وشيوخ مهنة المحاماة لكي يحاضروا لشباب المحامين في فروع العلم التي ارتقى فيها الشيخ ورطع فيها وبلغ فيها مبلغا كبيرا، حتى يمكن للشاب أن يقتدي به، وحتى يمكن للشاب أن يجد فيه القدوة الحسنة التي يصل معها إلى ما هو ما يريد بمشيئة الله. كان البعض يقول أن المحاماة مهنة شباب، أطلق الشباب على المرحلة الماضية المحاماة مهنة شباب، وهذه مقولة غير صحيح. المحاماة مهنة شيوخ، المحاماة مهنة شيوخ الذي يمضي عمره في التحصيل العلم وفي البعد عن اللعب واللغو وحدث ولا حرج، ويصل به الامر الى حتى ان يصبح يشار اليه بالبنان في مهنه المحاماه وفي حسن الخلق ايضا، هذا هو الشيخ. وبالتالي الشاب يقتدي بالشيخ وليس العكس، ومن ثم لا يمكن بحمل الاحوال ان نغفل دور الشباب. والكبير بفضل الله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرا، هذه سنن تورثناها جيلا بعد جيل، ونعشر بفضل الله أن تصل إلى الأجيال التالية من شباب المحامين حتى يكون الشاب ينظر إلى القدوة ويقتدي به، ينظر إلى الكبير وينظر إليه، كيف وصلت إلى هذه المكان؟ كيف وصلت إلى هذه الدرجة العلمية؟ كيف وصلت لأن يوقرك الناس؟ هذا كلام يقين، وهذا كلام لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي من سيرة، يأتي من غرس غرسه الكبير وبدأ ينمو، وبدأ فضل الله عليه يأتيه من خلال هذا الغرس، ويعلو الغرس وينمو حتى يصبح شجرة ورفة الظلال يستظل بها هو وأبناءه وأحفاده والأجيال التالية كلها بمشيئة الله. من أجل ذلك حضراتكم كانت هذه الدعوة، وهي سنة حسنة، والسنن الحسنة نعطف عليها ونمسك بتلابيبها حتى نصل بها إلى أسماع الدنيا كلها بفضل الله تبارك وتعالى. كان الاختيار لحضراتكم يعني هو أن القدر المتيقن الذي استطعنا أن نوفر له القدرات والإمكانيات المادية حتى نقيم هذه الاحتفالية، نظرا لأننا نريد أن تكون الاحتفالية بالشكل اللائق، أن يكون لكل واحد من حضراتكم درع يكرم من خلاله، ودرع يجعله في مكتبه ويجعله في بيته شيء يؤخذ له بالحمد وينظر إليه بالفخر، على اعتبار أنا كرمت من نقابتي، كرمت من النقابات المهنية، كرمت من النقابة العامة والنقابة الفرعية ومن زملاء المحامين، نظر لأنني قد
أديتم علي خلال المرحلة السابقة حتى أصبحت بهذه الدرجة، فكان لزاما علينا أن نكرمه ولزاما عليه أن يتواصل مع شباب المحامين. من أجل ذلك حرصت النقابة العامة ومثلت النقيب العام نقيب سامي عاشور على أن يمد يد العام المادي والمعنوي للنقابة الجنوب القاهرة من أجل حسن إخراج هذه الاحتفالية بالشكل الذي يليق بنا جميعا وبحضرتكم في المقام الأول، نظرا لأن كل إنسان يتطلع إلى كبيره، يتطلع إلى ما أداه، يتطلع إلى ما حصل عليه من علم خلال سنوات العلم. والمحاماة مهنة علم، المحاماة مهنة علم، مهنة تحصيل علمي، ليست حداقة ولا شطارة ولا كلام. في هذه الأيام وحضرتكم قد تكونوا أعلم الناس، شباب المحامين يقع في كثير من المشكلات التي يتعدل بها الربح، والربح بالعجلة يوقع صاحبه في حبائل الشيطان، ويوقع صاحبه في الكثير من المشاكل التي تترجم إلى قضايا جنائية. نحن نترافع عن عشرات بل مئات من المحامين في جنايات تزوير في محررات رسمية، أحكام ومحاضر جلسات وتوكيلات حدث ولا حرج، ومحررات عرفية إيصالات أمان. هذا الكلام حضراتكم تسمعونه، وبالتالي الذي يمسك بتلاميذ العلم المهني والذي يقتدي بالكبير ويرى في الكبير قدوة حسنة استطاع أن يمسك بالنار في يده وهي تحرق يديه، ومع ذلك يصبر عليها أملا في التحصيل العلمي حتى يستطيع أن يصل إلى ما يصل إليه، والرزق من عند الله، ربنا كفل الرزق للعباد أجمعين. كده من الغيبيات الخمسة التي احتفظ بها الحق تبارك وتعالى لنفسه: الرزق، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أيض تموت. لذلك تعجل الشباب الحصول على الرزق يوقع الشباب في مشاكل كثيرة جدا، فنرجو كل شيخ من حضراتكم في دائرته يستطيع يعني يؤدي هذا الطول نيابة عن النقابة الفرعية وعن النقابة العامة أن يعقد ندوات في دائرة كل محكمة جزئية، في دائرة مكتبة يقوم بتجميع 10-20-30 من شباب المحامين مرة كل شهر، مش هقول كل أسبوع ولا كل شهر، في ندوة علمية، ندوة مهنية، ندوة علمية مهنية، يعطيهم من خلالها التحصيل العلمي الواجب الذي به يقف المحامي الشاب على قدمين ثابتتين حتى لا يستطيع أن ينجرف إلى مجاهل الجرائم ويرتكبها بغير علم، ويعد الموكل بأنه يحصل له على إحكام ويحصل له على كذا وكذا ولا يستطيع أن يحصل على ما يريد فيضطر يزور ما وعد به. هذا كلام حضراتكم تعلمون علم اليقين، لكن علينا أن نؤدي هذا الدور حسبة لله قبل أي شيء، علينا أن نؤدي هذا الدور حسبة لله قبل الحديث النقابي، حسبة لله أن نحول بين الشاب وأن يقع تحت طائرة الشيطان ونزغ الشيطان وأن يرتكب جرائم، ثم نجري جميعا ونهرول جميعا في الأقسام وفي النيابات وفي المحاكم حدث ولا حرج. فهذا الدور لحضراتكم من هذا المنطلق، وقد شرفنا بكم جميعا وحضرتم هذه الاحتفالية لتروا كيف يكرم من بذل، كيف يكرم من أدى، كيف يكرم من اعتصم بالحق واعتصم بقواعد ومبادئ قيم الدين الحنيف ثم قواعد المهنة وأدب وتقاليد المهنة. هذه هي الأمر الطبيعي، وهذه هي الخاتمة، ليست خاتمة المطاف ولكن خاتمة الأمر في مجال العمل المهني، أن يكرم، أن يشار إليه بالبنان، أن نقول له شكرا أديت ما عليك، فقد أصبح لزاما علينا أن نقدم علينا نحوه، أن نكرمك ونحملك الأمانة، احملها فيما بعدنا لغيرنا، احملها فيما بعدنا للشباب في دائرتك حتى يكون الشاب على بينة من أمره ويعلم علم اليقين أن نقابته وأن شيوخ مهنته وأن المحيطين به من كبار أهل المهنة لم يتركوه نهبا لا للشيطان ولا لأحوال الحياة ولا ظروف الحياة. أكرر أهلا بحضراتكم جميعا، هذا الجامع الطيب في هذا اليوم الطيب وهذا الشهر الطيب وأيضا النفحات التي ربنا أفاق علينا بها، نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا جميعا وأن نحسن اختيار هذه المسألة وأن نؤديها دوما وتكرموا دوما طالما أنتم على هذا النبراس الطيب وعلى هذا الضرب الذي فيه نهج شريعة الله وحكم القانون في المسألة. أهلا بحضراتكم جميعا. أبلغ حضراتكم بحياة النقيب العام سامي عاشور، كان المفروض أن يحضر هذا اللقاء وعلى رأس من يقوم بالتكريم، لكن ظروفه حضراتكم أعلم منها، ظروفه الانتقالية، ظروف السياسية، ظروف كذا وكذا قد تحول بينه وبين أن يستطيع أن يوافي ويؤدي كل ما عليه من ارتباطات مهنية وارتباطات نقابية،
فأناب عنه كل من الأستاذ خالد أبو كريش أمين عام النقابة والأستاذ أدهم العشماوي عضو مجلس النقابة العامة، وسيتفضل كل منهم أو أيهما أن يصل لمسامع حضراتكم وإلى قلوب حضراتكم بما يريد أن يصل به إلى قلوب حضراتكم في هذا الإطار، ويتصل الرسالة مش حاول يحملها من النقيب العام، هو في داخله عطاء كثير يستطيع أن يؤدي لحضراتكم. الأستاذ خالد أبو كريشة أهلا وحضراتكم بكم جميعا، أهلا بكم جميعا، أنرتم هذا المكان وجعلتمونا نسعد بحضوركم، ونتمنى تكرار هذه الاحتفالية بمشيئة الله.